هنا خروف من القطن ورجل من الكستناء ومروحة واسعة من المكاوي التراثية وأدوات الفلاحة ومستلزمات القرية اللبنانية التراثية. أسكنها غندي دياب كهفه الفني هذا حتى غدت خليلته يجالسها داخل عقد حجري يعود عمره إلى 400 عام وتحديدا إلى زمن العثمانيين. بالإضافة طبعا لهالمحادل أجرار المواقد الطينية الزلعة والقناديل المعلقة وبالإضافة لبعض القصائد يلي هي من شغلي أو من إنتاجي على ورق البردة ولوحات المزيك وكافة التراث الموجود عندنا يلي بيرجع للأيام الغابرة. منع الموقد من التهام جذور وجذوع أشجار شكلتها الطبيعة جمعها فأبدع منها كراس ومقاعد لتصبح كل مقتنيات كهفه طبيعية. عشق الطبيعة بصورها وألوانها حتى رسم كل ما وقعت أنظاره فيها. أبدع غندي رسومات زيتية تصور الحياة القروية اللبنانية. هذا شيخ درزي متشبث بأرضه وهذه شيخة تحصد الزرع في القرية. حال لبنان ليست كما هي عليه في الماضي يقول غندي. في زمن الحروب والنزاعات تغير وجه لبنان إلى صور الصراعات والانقسامات. فعل هذه المنحوتة الفسيفسائية بيروت والسلام العالمي توضح الصورة. حوطت ب 18 طائفة بيدلوا على 18 طائفة بلبنان متعايشين بتعاون وتضامن وطني. النفق المظلم يلي مبين بالخريطة هو يلي عم بيحرك بعض الدمى بإيد خارجية لتكسر وتفجر بلبنان بالإضافة طبعا للاعتداءات الإسرائيلية يلي ضربت ودمرت بلبنان. لا حدود لإبداع الفن ولا مساحة للتعبير في الطبيعة قال غندي الكثير فيها حتى كتب كلمات شعره على أوراق البردة. طموح الرجل تخطى زمانه ومكانه ليسير على قاعدة أخذًا من كل شيء بطرف. ذاكرة لبنان التراثية تستوطن كهف الفنون هنا، كهف يكاد يختصر صور التراث الكروي بألوانه وأنماطه، والزيارة إليه خير شاهد.